أصدقائي الأعزاء، زين العابدين فؤاد، نار ثورة مشتعلة لا تنطفئ. مهما اختلفت معه في المواقف لا يمكن إلا أن تعشق حبه لمصر. مهما تمنيت له الهدوء إلا أنك تتمنى لثورة صدره ألا تخمد. هكذا هي حال الوطنيين من مختلف الاتجاهات معه ومع كل أصحابه الشيخ إمام وأحمد فؤاد نجم. ربما لا أبالغ إذا قلت أن هذه الفرقة الغائرة في الماضي القريب شكلت صورة الثورة المصرية حتى الآن، ملامحها، ألوانها وكلماتها. فكلما ثار الشباب في أي جيل نبشوا في الصناديق القديمة وأخرجوا أوراقا غناها الشيخ إمام لنجم وزين العابدين فؤاد. واليوم نقف أمام واحد من هذا الثلاثي الصعب، الثلاثي المبدع برغم بساطة الآلات وشح المال، الثلاثي الذي كان كل ما يهمه أن يقول كلمته فيبهر الناس بما يحمل من معاني، حتى لو لم يكن يسجل في استوديوهات فخمة وخلفه فرقة الأوركسترا تعزف. لا أستغرب لحظة لو علمت أن سجانا كان يستمع لأغانيه ويلعن الساعة التي اضطر فيها أن يحبس أنفاسه وأصواته. لا أستغرب إن علمت أن سجانا كان يتركهم يغنون في زنازينهم، لا لأنه ديمقراطي يؤمن بالحرية، بل لأنه لا يستطيع مقاومة صورة مصر الحرة في شعر نجم وزين العابدين وفي روح إمام. أهلا وسهلا زين العابدين فؤاد، أهلا وسهلا أيقونة الشعر والثورة والشعر العامي الحر من قلب حر. شكرا، اهلا وسهلا معكم جدا. شكرا، اهلا بكم واهلا بضيوفكم واهلا بصديقي دكتور جمال الشريف واهلا بالجمهور. شكرا. شعرنا الكبير، انا مبسوط كتير انك اليوم والنهارده معنا من قاهرة المعز تتكلم لنا أو تحدثنا شعرا، بس بدنا نسمع شوية عن تاريخك مع كبار أو الثلاثي اللي صعب زي ما حكى الأستاذ محمد، الإمام شيخ إمام وأحمد. نبتدي بالشيخ إمام، لأن أنا عرفت الشيخ إمام في وقت بعيد جدا. أنا عرفت الشيخ إمام سنة 1960. الشيخ إمام في الوقت ده ما كانش بيلحن أي حاجة. الشيخ إمام كان عرفته عن طريق زمايلي في كلية الهندسة في الوقت ده، وقالوا لي إنه في شخص رائع حافظ سيد درويش وحافظ ألحانه، حافظ الموسيقى المصرية والعربية تماماً. فتعرفت على الشيخ إمام سنة 60 على أساس إن إحنا نروح نسمع سيد درويش، وبنتقابل معاه مرة كل فترة. وفات الوقت طويل وأنا تعرفت على أحمد فؤاد نجم في بيت عبد الرحمن الأبنودي،
في الوقت ده الأبنودي كان ساكن في بغاء الدكرور، وقال لي إنه الصبح هيجيله واحد يعني اسمه أحمد فؤاد نجم. أنا كنت شفت كتابين عملهم نجم عن كرة القدم، وأنا بحب الكرة ومجنون بالأهلي زي نجم، وكنا بنروح نتفرج على الماتشات سوا، لكن مش ده الموضوع. الموضوع إن أنا شفت نجم أول مرة بعيد أيضا عن الشيخ إمام قبل ما هو يتعرف بالشيخ إمام. الشيخ إمام كان قريب منه جدا عمنا سعد المولي، وده اسم مهم في ثقافتنا الحقيقة. سعد المولي لعب أثر كبير جدا في تطوير فكر نجم وفي جمعهم. أولا هو اللي جمع نجمه الشيخ إمام، وإحنا كنا في يوم بنتغدى في بيت سعد الموجي، ودخل نجم إلى البيت وسأل الشيخ إمام إن أنت ما سمعناه ليه ما بتلحنش؟ قال والله ما لقيتش كلام وكده. فنجم بعد كده كتب له أول أغنية عملوها سوا اللي هي أنا توب عن حبك أنا. واستمروا يعملوا أغاني. جت 67 فاصلة الحقيقة، يعني هزيمة يونيو 67 وأثرها في العالم العربي كبير جدا جدا. 67 اللي خلت الطلبة يتحركوا، 68 أول مرة في مظاهرات فبراير 68. في 68 فبراير 68 أنا كنت طالب في كلية الهندسة. في أكتوبر أو سبتمبر 68 أنا كنت طالب في كلية الأدب. فلما كنت طالب في كلية الأدب كان طبيعي إن أعمل نشاط ثقافي واسع، كانوا متوقعين مني ده. فأنا لأول مرة أدعو الشيخ إمام ونجم إن هم ييجوا إلى الجامعة. أول مرة الشيخ إمام يغني قدام جمهور كبير كان بدعوة مني ومن كلية الأداب جامعة القاهرة إنه يغني. نجم للأسف جه متأخر شوية، فأنا طلعت برة خدت الشيخ إمام ودخلته على المدرج. المدرج كان فيه عدد كبير جدا، كان فيه حوالي 5000 واحد. أنا خفت أقول للشيخ إمام العدد، لأنه هو الراجل اللي تعود حتى هذه اللحظة إنه يغني في غرفة، وبعدين بقى منتشر وسط المثقفين فبيغني في شقة، يعني أكبر شقة هيبقى فيها كام؟ 40-50 واحد مش كده؟ فإحنا كنا 5000 في المدرج. فأنا أخدت الشيخ وقعدته جنبي وقدمته، محدش سقف لأنه ما يعرفوهوش ما سمعوش ولا مرة، وأنا قلت له اتفضل. فهو ميل علي وقال لي في قد إيه في المدرج؟ قلت له أكتر من 50. فهو غنى الأغنية الأولى وتصفيق حاد يعني لا تتخيله. فهو بصمي بغضب شديد جدا، وانا بعرف الشيخ اما يغضب، وقال لي يوم 50؟ قلت له انا قلت لك اكتر من 50، وخمس تناف اكتر من 50. ودي كانت بداية انه ارتباط الشيخ امام بتجمعات اكبر، لانه الاسبوع التالي مباشرة الدكتور حسام عيسى، انا جامعة القاهرة، الدكتور حسام عيسى في كلية الحقوق جامعة عين شمس، قال لي ممكن أدعيهم؟ فدعاهم إلى جامعة عين شمس. ثم الدور العظيم اللي لعبه الناقد والصحفي رجاء النقاش في أنه عمل احتفال كبير جدا في نقابة الصحفيين، وأنه عمل برنامج عن
الشيخ إمام في رمضان في طوام 69 في كان يوليو أو أغسطس، المهم كان شهر رمضان 69، اسمه من ألحان الشيخ إمام، برنامج يومي في الراديو لمدة 15 دقيقة كل يوم، فده كان انتشار واسع جدا من الشيخ إمام. لكن طبعا السلطة ما كانتش سعيدة باللي بيحصل ده، حصل محاولات كتيرة من القبض عليهم، منهم محاولة تنفيذ قضية مخدرات ما نفعتش، فحصل اعتقال ودخل المعتقل. أيوة الكبير، اسمح لي أنا أقدم ببعض أسطرة عن حضرتك. اتفضل. أصدقائنا يعني مهما حاولنا أن نجمع عن الأستاذ زين العابدين فلن في حقه، فأنا أكتفي ببعض الأسطر اللي أتمنى أن تعطي للجميع يعني شيء مما يستحق. يعتبر زين العابدين فؤاد صاحب تجربة مهمة في الشعر العام السياسي، من أشهر دواوينه ديوان وش مصر والذي صدر عام 1972، ومين اللي يقدر ساعة يحبس مصر والحلم في السجن وأغاني من بيروت. بدأ كتابة الشعر بالفصحى وتحول إلى العامية، منعه السادات من النشر وسجنه، ومنعت قصائده لعقود من النشر، وبعضها هرب من السجن ليغنيه الشيخ إمام كقصيدته أنا الشعب ومين اللي يقدر ساعة يحبس مصر، ونشر في بيروت ثائرا دون سكون. تنقل لسنوات طويلة بين بيروت واليمن وكندا، واستقر أخيرا في القاهرة بعد ثورة يناير. وجسد زين العابدين فؤاد مراحل حياته وتنقلاته من بين البلدان والمراحل التي مرت بها مصر من خلال فيلمه مين اللي يقدر ساعة يحبس مصر اللي أخذ من اسم الأغنية. كرمه المجلس الأعلى للثقافة مؤخرا بجائزة الدولة للتفوق فرع الأداب عام 2016. ومهما حاولنا أن نتكلم ربما نأخذ حلقات وحلقات نتحدث عن هذه القامة الكبيرة زين العابدين فؤاد. أستاذ زين، دعنا نبدأ الحكاية. هل كتبت الشعر متقصدا كتابة الشعر أم سال الشعر على لسانك دون إذن؟ وما هي أول قصيدة؟ بتصور انه الراديو في الاربعينات لعب دور اساسي في تكويني. كنت بسمع الاغاني، الراديو يعني تسمع الاغاني، كان بيلفت نظري جدا الكلمات، الصوره الشعريه اللي موجودة في الأغاني، وكانت رائعة هذه الصورة الشعرية. فابتديت يعني أخذ بالي من كده، وأنا مدين جدا لإخواتي اللي عايش منهم أخويا محمود ومن رحموا، الشهيد محمد فؤاد وأخويا مصطفى فؤاد، إن هم علموني القراية والكتابة في سن مبكرة جدا. يعني أنا سن 3 سنين كنت بعرف الألف ب وكده وبكتب اسمي، على سن 6 سنين لما رحت المدرسة كنت بقرأ كويس وبكتب وعشان كده أنا ابتديت الكتابة بسن مبكرة جداً. يعني أنا نشرت سنة 52، أما تحسب 52 يعني كان عندي 10 سنين، ونشرت في مجلات محترمة أدبياً سواء في مصر أو خارج مصر، لأنه طابع البريد كان ب4 مليمات، تكتب قصيدة وتحطها في جواب وتحط عليها طابع بريد وعنوان المجلة وخلاص تلاقيها منشور. فأنا نشرت بداياتي زي كل جيلي من شعراء العامية، يعني الأبنودي
سيد حجاب، وسيد حجاب طبعا واحد قريب جدا جدا ليا، في تشابه كبير جدا بيني وبين هذا الشاعر الكبير صديق عمري. فأيضا احنا التلاتة كتبنا الفصحى، ما ابتديناش عامية، ثم انتقلنا الى التعبير بالعامية بعد سنوات وفترة قريبة من بعض، من احنا نشرنا احنا التلاتة بدءا من 62 يعني شعر عامية. يعني طبعا كان في دور مهم جدا لجيل سبقنا، يعني اول يعني ايه قصيده، قصيده وتبقى مكتوبه بالعاميه مش الزجل المعروف، قصيده تبقى قصيده فيها كل منجز القصيده. شفنا ده في صلاح جاهين وفؤاد حداد، شفنا ده سنة 53 و 54 53، يعني احنا لسه صغيرين، انما انا فاكر يعني اما اقرا قصيده سنة 54 بتصور لفؤاد حداد يقول فيها: من بيت لبيت قلبي اتنقل، سلسلت قلبي مع البيوت. ده مش ده شعر متصفي، ما هواش زجل ولا مجرد تعبير بالعامية زي الباقي، ما هي قصيدة. أما يعني صلاح جاهين يكتب القمح مش زي الذهب، القمح زي الفلاحين، يبقى ديت شعر. فهنا بقى فيه شعر مختلف، بقى فيه شعر مختلف، وإحنا دخلنا يعني بتصور إن إحنا عملنا إضافة لهذه الكتابة بالعامية، وبقى الموضوع موجود، وبقى بعدنا أجيال كبيرة جدا ممكن تكون أفضل مننا بكتير، لكن يعني ده إنه بس في ملاحظتين على المقدمة أو سمحتني أتفضل. في سطر يعني بيموتني خالص، السطر اللي بيقول انه استقر في القاهرة بعد نجاح الثورة. طبعا انا موجود في الشارع طوال ايام، انا بس ما سافرتش بعدها. موجود عارف. فده يعني ديت كانت السطر. النقطة الثانية انه اما نتكلم عن ديوان وش مصر، ديوان وش مصر فعلا صدر سنة 72، لكن ديوان وش مصر موجود في الرقابة من سنة 64. نشرته في الصحف، وكنت بقوله وكل زمايلي في الجامعة كانوا حافظينه كويس، وكان موجود في مجلات الحائط، من الصحف إلى مجلات الحائط، وكل القصائد اللي ممكن أرى منها النهاردة مكتوبة 64 و65 وكده. فالرقابة كانت متعنتة جدا، وكان عندهم منطق، إن أنا كنت بناقش الرقيبة كل سنة أو كل 6 أشهر أروح أقدم تاني ويترفض تاني وهكذا. فأقول لها طب أهو منشور في الصحف بتاعتكم، والصحف ديت فيها رقيب ايضا. فكان بتقول دايما مثلي القصيده في الجريده، لو اراها مليون واحد هتتنسي بعد 5 أيام. القصيده في ديوان لو اشتراه 5 هيعيش مدى الحياه. يا عيني يا عيني. هنا كانت يعني الرقابه مختلفة، ومن هنا يعني ديواني يعني الأول اللي عدت طبعه تقريبا حتى الآن 5 مرات، وأرجو أن نعيد طبعه مرة تانية. إيه بتحب تقرأ إلا منه أستاذ زين؟ والله ممكن أقرأ من وش مصر. يلا أقرأ قصيدة وش مصر نفسها، إيه رأيك؟ أفضل حاجة. أنا جدا مبسوط النهاردة، جدا
شكرا. يعني دي حلقة رائعة. مع يعني أنا في سؤال محضره يمكن لا بس تخلص القصيدة لأنه سؤال صعب صعب علينا. أوكي. أنا الحقيقة كنت حابب أبتدي بقصيدة عن عبد الحكم الجراح. قومي مين عبد الحكم الجراح؟ نعم. عبد الحكم الجراحي شهيد مصري في نوفمبر 35. نزل في مظاهرة من جامعة فؤاد الأول اللي هي جامعة القاهرة الآن، واتجهت المظاهرة على كوبري عابدين. كان 11 نوفمبر 35، المظاهرة متجهة إلى قصر عابدين عشان حاجتين. الجزء الأول المطالبة بعودة دستور 23 اللي الدكتاتور إسماعيل صدقي منعه وعمل دستور جديد سنة 30، يبقى عودة الدستور. النقطة الثانية إيقاف المفاوضات مع المحتل الإنجليزي من حكومة الأقلية. كانوا المطلبين. والمظاهرة ماشية في على الكوبري، كان بيقود المظاهرة الشهيد محمد عبد المجيد مرسي، وده طالب في كلية الزراعة. الإنجليز فتحوا النار فسقط عبد المجيد مرسي شهيدا من الطلقة الأولى. اتقدم عبد الحكم ورفع علم مصر وابتدى يتحرك بيه، في شهيد وفي إطلاق نار وفي عبد الحكم رفع العلم وابتدى يتحرك بيه لقدام. وقال الضابط الإنجليزي إن أنت مالكش حق تطلق علينا النار، إحنا عزل وبندافع عن حرية وطننا. فالضابط الإنجليزي قال له ما تتحركش خطوة واحدة من مكانك، لو اتحركت هطلق عليك النار. فابتدى مشهد لا يمكن تكراره ولا تخيله، إن الكوبري واقف كله وعبد الحكم وحده يمشي، كل خطوة بيخطيها بياخد طلقة في صدره. عبد الحكم الجراحي مشي 13 خطوة وأخذ في صدره 13 طلقة رصاص. وقع عبد الحكم واتشال وراحوا بيه مستشفى القصر العيني، كلية الطب اللي في قصر العيني والمستشفى. الإنجليز جيش الاحتلال الإنجليزي حاصر المستشفى تماما، ممنوع الدخول وممنوع الخروج، وحاصر الغرفة اللي فيها عبد الحكم. الأطباء قدروا يخرجوا 8 طلقات من صدر عبد الحكم. قبل وفاة عبد الحكم حس إن دي لحظته الأخيرة وهو وحده تماما في الغرفة، ما نعرفش حصل إيه، لكن اللي حصل إنه عبد الحكم حط صباعه قام قطع الخياطة بتاعت الجروح كلها وحط صباعه في دمه اللي بقى أسود، وكتب بيه على الحيطة اللي وراه البيضة رسالة إلى المستر روح الشر رئيس وزراء إنجلترا: أنا الشهيد المصري محمد عبد الحكم الجراحي، قتلني أحد جنودكم الأغبياء وأنا أدافع عن حرية وطني. عاشت مصر، الشهيد المصري محمد عبد الحكم الجراحي. الله، ده عبد الحكم. إنما إيه قصتي أنا مع عبد الحكم؟ نعم. عبد الحكم استشهد في نوفمبر 35، أنا ما كنتش اتولدت. أول مرة في حياتي
أمشي في مظاهرة مع أخواتي الكبار في المدرسة، كنا في مدرسة واحدة، مدرسة فيها ابتدائي وثانوي، سمعت هتاف غريب جدا بيقول عبد المجيد عاد من جديد، رفعت العلم يا عبد الحكم. فأنا سألت أخويا محمد مين عبد الحكم؟ فقال لي شهيد. طب إحنا ماشيين في الشارع وفي مظاهرة، عجبني الإيقاع جدا بس أنا مش عارف يعني إيه شهيد. لما رحنا البيت سألته يعني إيه شهيد، فشرح لي. الغريب في الموضوع إن أخويا محمد استشهد ضد الإنجليز في 56، الله يرحمه، وحصل الحرب في 67، وأنا حسيت بإن لازم عبد الحكم يرجع. فقال قصيدة ديت قصيدة في يونيو 67 منشورة يوم 20 يونيو 67. فاسمحوا لي نبتدي الشعر بعد. فضلك فضل، أحسن بداية وأحلى بداية. أغنية إلى عبد الحكم الجراحي، بكتب لك لمسح عن قلبي عار الخوف والرجفة، أمسح عن رجلي ذل الوقفة، بكتب لك لنهرب من موت جوايا، ترفع إيدك ويايا بالراية، تمسح إيدك على جدري وتورقني، تمسح إيدك على قلبي في بحور الدم تغرقني، بكتب لك اطلع اطلع من جلد الموت، من برج النسيان الاسود ازعق بالصوت، يطلع كربيج بتمزقني، داسوا بجزمهم على وشي وما صرختش، وقفوا في وشك رديت، رفعوا بنادقهم على صدرك عديت، مديت طربوا مزقت جروحك وكتبت، وانا في الاوضه الضلمه بكتب لك علشان اقرب حتى من نفسي. 2، ما انتش اول واحد ولا اخر واحد يا حبيبي يا حبايت عنقود شهداء، بكتب لك وبحس بروحي بتتاخد، وانا في الأوضة مش تحت الشمس على الكبري، مش وسط رصاص الضابط والعسكر، انا في الأوضة بنهج بجري، ارفع علمك انا مش قادر امسك قلمي، ارفع علمك ما انتش أول واحد ولا آخر واحد يرفع علمي. الله الله الله. أول إشي الله يرحمه شهدائنا ويرحم جميع الشهداء يا رب اللي ماتوا من أجل الوطن ومن أجل الدفاع عن حريتنا اللي إحنا هلأ إن شاء الله بنعيشها. أنا كان سؤالي صعب لأنه مش مني، من الجمهور. فضل. أنا بطلع على المسجات، على المسج في سموك بعدة أسماء، حقرأ لك الأسماء اللي سموها واختر لي واحد منها أنت بتحب أن تسمى بها. الشاعر الإنسان، شاعر مصر، شاعر الشارع، الشاعر الأصيل، شاعر الحارات، شاعر البلد، الشاعر المناضل، شاعر الحرية، الشاعر الكبير، شاعر الميدان، شاعر الفقراء، شاعر الغلابة، شاعر الشهداء.
أي واحدة هتختار؟ أنا هختار الاسم بسيط جداً من الناس بيندهوني بيه في الميدان، عم زين. عم زين وخلاص. طبعاً أنا يعني بالنسبة لي يعني هبقى سعيد بكل الأسامي، وهبقى بشكل خاص جداً ميام، لأن أنا دايماً بشوف الشهداء ودايماً بكتب معهم ودايماً بعرفهم وبعرف أهليهم، والشهداء بيمثلوا جزء أساسي في شعري من فترة طويلة جدا. يعني أنا دايماً بشوف يعني في ديوان وش مصر قصيدة مكتوبة 64، أنا قريت قصيدة مكتوبة 67، في قصيدة طويلة جداً أنا هقرأ بس مقطع منها، اللي هي مقاطع من الخميس الدامي، ودع عن الخميس 21 فبراير 46. المقطع بيقول هو عن عن اليوم الأحد الدامي والمظاهرات والإنجليز والقتل والاستشهاد. فالمقطع ده بيقول: رجع الموكب شايل همه، شايل لحمه، شهداء ماشيين في جنايز بعض، شهداء من فوق الكتاف شايلينهم، شهداء فوق الأرض. يا بلدنا يا بطن كبيرة كبيرة وبتخلف، ترجف تنزف، تزرع شهداء، تحصد شهداء. من قبل عرابي مات شهداء، من بعد عرابي مات شهداء، وفي كل طاعون وطاعون، وفي كل دراع بيخون، بيموت شهداء علشان يضحك في الضلمة. الله الله الله. فديت عم زين. ايوه اتفضل عم زين، احنا هنناديك عم زين ما دام هذا هو الاسم اللي انت بتحبه. الاسم من الشباب اختاروه، وبقيت بمشي في كل حته اي حد يقول لي عم زين. احلى اسم. عم الناس عم زين. الشعر يعني الثوره كان في لها نصيب من الشعر العمودي، وكان شعر عمودي كثير تكلم في الثوره. يعني مثلا لما بنسمع التهامي كيف تكلم عن ثوره الجزائر: بالهول في لهب المجازر القاك يا بطل الجزائر. والجواهري ايضا تكلم في ثوره الجزائر، قال: دعي شفرات سيوف الطغاة تطبق منك على المقطع، فأنشودة المجد موقعت على غير أوردة قطع. وايضا احمد شوقي لما تكلم عن فرنسيين في ثوره سوريا، لما قال: دم الثوار تعرفه فرنسا وتعلم أنه نور وحق. طيب أنت كنت تكتب الفصيحة، انتقلت إلى كتابة الشعر للثورة بالشعر العامي بالكلمات العامية، هل وجدت الإحساس أكثر إذا تحدثت عن الثورة بشعر الناس بكلام الناس، ولا يعني كان في سبب آخر جعلك تغير من الفصيحة إلى العامية في حديثك وكلامك وشعرك الثوري؟ طيب أنا بس عايز أقول إنه الشعر هو شعر. نعم. كويس. ولو شفنا بذور الثورة هنلاقي من القرن الماضي والقرن اللي قبله فيه يعني قصائد كتيرة جدا جدا جدا. كويس. إنما كل حد بيختار الوسيلة اللي يقدر يعبر بيها بشكل أفضل أو بيلاقي نفسه مرتاح فيها. نعم. بعد ما اكتشفت جماليات العامية المصرية أو جماليات اللغة المصرية، يعني بقى هو ده عالمي، وأنا ما مانيش واخد موقف
ضد أي شكل آخر. أنا بحب كل الشعر، أنا بترجم شعر كتير بالمناسبة من لغات أخرى إلى العربية، وأنا بشجع أصدقائي اللي بيكتبوا الفصحى واللي بيكتبوا قصيدة النثر واللي بيكتبوا قصيدة العامية بالنثر. أدام القصيدة قصيدة يعني بتأثر فيك وبتحس بيها وكده، يبقى هو ده الشعر. فأنا ما بقفش كتير عند، لو أنا تسألت النهاردة ليه أنا كتبت العامية، مني بحبها باختصار يعني. هي طبعا بتصل بسهولة يمكن أكتر، وإن كنت اضطريت في فترة محددة أنا في إقامتي في اليمن، إني أنا سعيد جدا بتجربة اليمن، وسعيد جدا إن أصدقائي العظام بهجة عثمان وبدر حمادة ساعدوني إن إحنا نقدم لأول مرة للطفل اليمني مسرح عرايس، مسرح الدمى. الطفل اليمني محروم، ما كانش شافه كويس. إحنا عملنا ورش الرسم، وعملت مشروع كبير جدا اسمه الأطفال يرسمون حقوقهم. الله. طيب أنا قدمت حقوق الطفل بالشعر للطفل اليمني، وعملنا مسرح، وعشان فهخلي الطفل، أجبر الطفل اليمني إنه يغني بالعامية المصرية؟ مش ممكن طبعا. فأنا كتبت قصايد بالفصحى، ومنها هذا الديوان اللي اسمه لنا حق، ودي رسوم صديقي الفنان الكبير بهجة عثمان. هقرا منه قصيدة نفسية. ان حقوق الطفل ده عن الحقوق، فممكن نقول قصيدة بتشمل كل الحقوق، وبعدين نختار قصيدة صغيرة. لنا الحق في الاسم والحلم والأمنيات، لنا الحق في النجمة العالية، لنا الحق في الدرس والأغنيات، لنا الحق في الأسرة الحانية، لنا الحق في اللهو أو في اللعب، لنا الحق في أن يزول التعب، لنا الحق في الوردة الزاهية، لنا الحق في أن نصون البدن من العنف أو من شرور المحن، من الضعف أو من عذاب المهن، لنا الحق في أن يصح الغذاء، لنا الحق في الطب أو في الدواء، لنا الحق في أن يطيب الهواء، لنا الحق في القطرة الصافية، لنا الحق في أمل نرتضيه، لنا الحق في وطن نفتديه، نقدم أرواحنا الغالية. الله الله زين. يعني الأمم المتحدة لازم تأخذ هاي وثيقة لحقوق الطفل. هقول قصيدة واحدة من كده عشان مش هنكمل فيه. لنا الحق في اختيار المستقبل، نعم، حلم مفتوح عين يعرف أين يرافقنا، يعرف كيف، الحلم مغسوم بمطر الصيف، يعرف كيف يرافقنا، يعرف أين نحلم، والكون حدائق ورد تأتي بالغد، نحلم نحلم بالكون الآتي، أفقا مفتوحا من فتية والفتيات. هذه القصائد كتبت في اليمن أي سنة؟ اليمن من الأطفال.
وغناها الأطفال وتلحنت وكثير غيرها يعني حقيقة. بسأل في أي سنة أستاذ؟ الفترة ديت أنا عملت مشروع الأطفال يرسمون حقوقهم في حوالي 5 سنوات، إنما ديت كانت في السنة الثانية يعني سنة 97. كأنها مثل الآن. عم زين أتفضل. لو جو النهاردة وقالوا لك حنسويك وزير للتعليم أو وزير للثقافة، وأنا مش متوقع طبعاً، بس لو حيسويك هتعمل إيه؟ هتغير إيه في المناهج؟ هتغير إيه في النشر الثقافي؟ الثقافة عملية يعني مرتبطة بحاجات كثيرة جداً. كيف يحصل الطفل على ثقافته؟ جزء البيت، جزء المدرسة. المدرسة يعني المناهج والطريقة اللي بيفكر فيها المعلم. النقطة الأهم من كده المناخ العام. المناخ العام اللي احنا بنعيش فيه بيأثر تماما على أفكارنا وعلى القيم وعلى معتقداتنا وطريقتنا في التعليم. فلو المجتمع فيه قدر من التسامح، المناخ العام فيه تسامح، يعني المجتمع المصري في سنة 19 كان مجتمع بيسمح لرجل الدين المسيحي أن يعتلي منبر الأزهر ويخطب يوم الجمعة في أثناء الثورة. هذا تم في مصر. هذا المجتمع اللي بعد كده الفلاح المصري قدر يدفع قروشه القليلة عشان تمثال النهضة، تمثال لمحمود مختار، تمثال نهضة مصر، ثم تماثيل سعد زغلول. يعني هذا المجتمع في المناخ العام فيه سيد درويش وفيه الغناء، فيه حاجات كثيرة جدا. تخيل بقى لما المجتمع ده يبقى شكله العام انه النهاردة بنقول هل يصح ان احنا نرد التحية والسلام على مسيحي؟ تخيل ان دي اسئلة موجودة في المجتمع. كويس، هل نشاركهم الطعام؟ كويس، انه ده شيء يعني النهارده لو احنا خدنا قصيده لشوقي او اغنيه شعبيه، يعني النهارده مضناك جفاه ومرقده، لو فيها اكاد اعبده. النهارده شوقي لو كتب ده النهارده سيحاكم ويشنق، مش كده؟ فيعني المسألة تغيير المناخ العام بكل الأنهر الصغيرة اللي بتؤدي لخلق المناخ العام، من المسجد والكنيسة والمدرسة والشيوخ اللي كل يوم بيطلعوا لنا 100 فتوى. وكده لما يبقى المناخ العام بيقبل الحرية، نلاقي مغني جميل زي كارم محمود بيقول أغنية شعبية ظريفة جدا، سمرة يا سمرة، كل المصريين والعواجيز حافظين الأغنية دي وبتتغنى في الشارع وفي الراديو وكده. لما يقول وانتي الكاس وشفايفك خمرة، النهاردة ما حدش يقدر يكتب كده، لأن المجتمع بشكله العام كده وبالمناخ العام اللي اتفرض علينا فرضا يرى ان ده خروج عن التقاليد، في حين التقاليد مش كده خالص الحقيقه. ده تقاليد هم عملوها وهم فرضوها، واي خروج على رؤيتهم هي يبقى ده خروج عن التقاليد. فلو انا همسك حاجه ليها علاقه بالثقافه او بالوعي العام هشتغل في المسار ده، وده اللي انا بحاول اعمله وانا
شخص مفرد لوحدي من غير الحمد لله ما بقى في أي وزارة. طيب أستاذ زين، يعني الذائقة تبع زين العابدين فؤاد لما يتذوق القصيدة، يعني دائما بيسألوا ايه هي الطقوس اللي بتوجدها وتخلقها حين تريد ان تنشئ قصيدة؟ وانا اريد ان اسألك السؤالين، ما هي الطقوس التي تنشئها حين تريد ان تنشئ قصيدة، وما هي الطقوس عندك حين تتذوق قصيدة وتقرأ قصيدة؟ انا ما عنديش اي طقوس في الكتابة، يمكن لما كنت صغير كنت ببقى يعني عايز اكون في مكان مغلق يعني وانا بكتب. بعد كده طب انا كتبت في السجن، وكتبت في الشارع، وكتبت في الحرب في بيروت، وكتبت في الموت، وكتبت في المظاهرات في 72 و68 وفي 77 وفي 2011. فأنا بكتب لما أحس إن إذا ما كتبتش أموت. في قصيدة، ما أعرفش عندنا وقت نقرأ كم قصيدة، في قصيدة ليها قصة ظريفة، إن القصيدة مكتوبة في سجن ترى يناير 75، وإحنا كنا في هذا العنبر الصغير في اسمه عنبر التأديب، كنا 35 كاتب وشاعر ورسام وفنان ومخرج، 35 فقط، لأن إحنا كنا معارضين للسيد يوسف السباعي وزير الثقافة وقتها، فقدم فينا بلاغ وحصل مظاهرات في حلوان، فقالوا ان احنا اللي يعني المحرضين. تخيل انا اقول لك اسامي زمايلي في زنزانه صغيره طولها 3 متر وعرضها مترين، كنا فيها 6 افراد، 6 اقول لك اساميهم: المخرج محمد كامل الأيوبي، كاتب إبراهيم منصور، أنا عايز أحتفظ بأحمد فؤاد نجم من آخر، الشاعر طارق يوسف، الشاعر صابر زرد الله يرحمه، أحمد فؤاد نجم، وزين العابدين فؤاد. وإحنا مقفول علينا 23 ساعة ونص في اليوم، حتى عملنا يعني حملات وبعدين بقى في فتح أكبر شوية. في القصيدة دي مكتوبة وإحنا مقفول علينا 23 ساعة ونص. يعني لو أنت قاعد في حتة جنب نجم، ونجم بيحكي حكاياته الرائعة والمسلية جدا، فمش هتعرف تكتب. فأنا طلبت من نجم يعني شوية صمت عشان هكتب قصيدة. فالحقيقة هو عمل حالة من الإرهاب في الزنزانة وقال لي اكتب، فكتبت. فأنا بكتب بسرعة شديدة جدا، فخلصت تقريبا في 5 أو 7 دقايق وقعدت سكت. فقال لي: بتكتبش ليه؟ فقلت له: انا خلصت. قال لي: خلصت ايه؟ فسمعتهم القصيده. تحبوا تسمعوها؟ طبعا. قصائد مبشره. 1: نعلم الحجر يصبح سهام للصيد، رماح للحرب، يصبح شوان للحب، بيوت، سقوف، حيطان للنقش والصور، تماثيل، جسور، ورش، فصول، هرم، عمدان، وبوابات حصون تفتح على الدفا في البرد أو في الحر. نعلم الحجر يتعلم الحجر، يرفض يكون سكون. 2:
نعلم الأراضي نبور تصير غيطان، نعلم الغيطان تطرح غلال وغوز وبرتقال، تطرح ورود عسل شجر ورق، تطرح كفور وتوت وسيسبان، نعلم الغيطان تتعلم الغيطان تقف حرس وديدبان، تحمي مداخل كنزها المختوم من أي كف ما تغسلش بالعرق. ثلاثة، نعلم المطر تتلم أطراته الضعيفة جنب بعض، تفتت الحجر تعلي راية الخضار، تفجر الأنهار يبقى لها بيت وأرض، تسقي الأراضي ومعطاشة لو يمدوا كفهم، تحمل مراكب الصيد وأشواق السفر. نعلم المطر يتعلم المطر يعرف من الإنسان ويعرف الإنسان معنى اتحاد الضعف في ساعة الخطر، وإزاي بملايين النقط يتفجر الطوفان. أربعة، نعلم الصبيان تحب، نعلم البنات تخرج من الخفا ترفع غرامها عن بيوت رايات نهفهفة، نعلم الشبان في عز البرد يخنقوا الدفا. خمسة، نعلم الحجر نعلم الشجر نعلم الصبيان نعلم المطر نعلم الحياة نعلم البشر، نعلم الحياة تتعلم الحياة تعرف تكون منها. الله الله، هذا بيان هذا بيان يعني لمن يهمه الأمر. عم زين كيف كنتوا تكتبوا بالسجن؟ كانوا يعطوكوا ورق وقلم؟ الحقيقة حاجتين، إنه ما إنه بيقبضوا علينا باعتبارنا يعني محرضين وكتاب، فكنا بنطلب فعلاً أوراق وأقلام، لكن كانوا بياخدوا الكراسة اللي بتجينا ويختموها ويحطوا أرقام على الصفحات وييجوا كل شوية يفتشوها ويشوفوا في صفحة ناقصة ولا لا، فبالتالي ما تقدرش تطلع أي حاجة مكتوبة في الكراسة دي، فلازم نلاقي وسيلة تانية. أنا أصحابي وأهلي عارفين إنه لما بيبقى فيه بنطلون جينز طالع من عندي معناها إن في قصيدة مكتوبة على ورق التواليت، كل قصايدي من السجون تخربت على ورق التواليت باستثناء قصيدة واحدة اتهربت في حباية يوسف أفندي. الله الله. طيب يعني عمي زين، اتفضل. صلاح جاهين في يوم بعد الهزيمة اعتزل وجلس في بيته، وإجاله عبد الحليم وجاله الشعراء وجاله أصدقائه من الموسيقيين وحتى يخرجوا من العزلة تبعه ولم يخرج، وصاحب إصابته حالة اكتئاب وكره الكتابة، وقال للناس إحنا كنا عايزين نكتب الشعر نغني للناس، اكتشفنا إن إحنا بنغني عليهم. ما صادفت زين العابدين فؤاد لحظة مثل هذه اللحظة، كره فيها كتابة الشعر، كره فيها الدعوة إلى الثورة، شاف إنه الناس تقتل بشعره ولا يحقق شيء. طب اسمح لي بس، الجزء الأولاني بتاع صلاح جاهين فيه جزء صحيح وجزء مش صحيح خالص. تفضل. صح، الجزء الصحيح إنه قال هذه العبارة في لحظة أسى شديد جدا. نعم. لكن صلاح كتب كمية من الأفلام، يعني خلي بالك من زوزو مكتوبة بعد كده، مكتوبة 72 كويس، عمل مسلسلات، عمل هو وهي
وعمل اللي فيها أحمد زكي وسعاد حسني، عمل أغاني، عمل حاجات كثيرة جدا 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 في الفترة دي. لكن صلاح حس بألم شديد جدا إنه راهن على حصان وحيد، وشاف إن الحصان كسبان. وبعد كده صلاح ليس شاعر سلطة على الإطلاق. صلاح شاعر آمن بما يرى، صلاح آمن جدا بعبد الناصر وبالمشروع ده، وكان بيكتب من قلبه مش بتكليف خاص من جهة ما. وكده هو يعني طبعا دفع ثمن مر لهذا الرهان اللي اختاروا. يعني صلاح جاهين له أفضال كثيرة جدا، وصلاح جاهين في الفترة دي أكتر فترة اشتغل فيها كاريكاتير، يعني كتب أغاني كثيرة جدا 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 بعد 67. فبس يعني للعلم يعني صحيح ما كتبش قصايد غير قصيدة واحدة طويلة إن هي على اسم مصر بعد كده. ومن هنا يعني هو دفع ثمن اختياره من عمره، يعني دفع من عمره ثمن اختياره. وصلاح جاهين صديقي وطبعا رائد من رواد الكتابة، وسعدت جدا ان انا عرفته فترات طويلة في حياته، وسعيد جدا اني انا لي علاقة بأسرته وكده. وانا شفت صلاح وهو في حالة الاكتئاب اللي انت بتقول عليها، وده يعني خلاص بقول ان هو دفع ثمن ما يعني ما حدش يقدر يزايد عليه. مش ده جزء. يعني الجزء الثاني انه انا عمري ما جاني هذا الاحساس، لاني دايما انا شايف انه ان كلامي بيطلع. يعني انا قمت قصيده دلوقتي 75، طب اقول لك قصيده 2019 مثلا. جميل. كويس. علمتني الشوارع، علمتني الشوارع ان نص الخطاوي غنى ونص الخطاوي غضب. علمتني الشوارع ان مغنى الرصيف للبيوت سلاسل ذهب. علمتني الشوارع ان خطو السكوت يتولد من التعب. علمتني الشوارع ان في خطو رايح وفي خطو راجع. علمتني الشوارع ان تحت الخطاوي تاريخ عن حجر، وان فوق الخطاوي بشر، وكل ادم له نغم. علمتني الشوارع أشوف الفروق، أفرق ما بين الغروب والشروق، أفرق ما بين الهزار في الطريق للمدارس وبين الخطاوي اللي تولد نهار، وبين الكعوب اللي ترفع رايات الخطر. علمتني الشوارع ألم التراب اللي واقع ما بين الرصيف والشجر، ولم الخطاوي اللي دبلت في بابي، واخدها صحابي وينزل غناهم مطر. علمتني الشوارع بكاها وغناها، ولم الخطاوي تغني معاها، خطوة تعرف، خطوة تقدر تنور قمر. يا عيني، أنت القمر يا عم زين، أنت القمر. الله الله. عم زين، أنت ما يؤمر عليك حد.
انت حملت في قلبك الثورات العربية كلها، وحملت هم الوطن العربي كله، وحملت الشهداء في شعرك وذكرتهم جميعا. هل وأكيد أنا متأكد لفلسطين كان لها باع؟ الصوت فلسطين هل كان لها باع؟ الصوت ما قدرتش أسمع. سامعني أنا؟ أستاذ زين سامعني أنا؟ ما قدرتش أسمع الصوت. أنا سمعك أيوه. السؤال؟ مش سامع جمال؟ لا ما سمعتوش. طيب ممكن جمال تاني؟ جمال بيسألك بقول لك أنت حملت أيوة. في داخلك الثورات العربية جميعها، وحملت في داخلك الحس للوطن العربي كله، فهو يقول هل كان لفلسطين شيء من هذا في شعرك وفي قلبك، وقلت شيء من لفلسطين في ثورتك هذه؟ طبعا في ديوان كامل اسمه أغاني بيروت في أثناء الحرب، لكن أنا هقرأ قصيدة يعني إلى شهيد فلسطيني اتقتل وما عرفش اسمه. بتسيم دماك فوق التراب بيخضر، من كل نقطة يتولد 100 خنجر، ومن كل خنجر 1000 إيد توصله، الرأس يحمى، المخبرين تتحجر، نام العدو غنته في بيتك في بيتي، وسرق فطارك نهارك سريرك وزيتي، نام العدو في الند في عمان في غزة في عيون جميع المخبرين، في الكد في الجرانين، نام العدو جنبك ومف وقتمك، وانكف لما تمد ياخد بطارك، يضرب بسيفك فين ومين اللي خانك، هو العدو بس اللي مف وقتمك، ولا العدو كل اللي سابك تموت، هو العدو بس اللي مف وقتمك، وانا اللي سرقك من برود من السكوت، هو العدو بس اللي نف وقتمك، وانا اللي قبل الموت بنالك تابوت، هو العدو بس اللي نف وقتمك، وانا العدو كل اللي يقدر يخون، هو العدو بس اللي نف وقتمك، وانا اللي قبل الموت بنالنا السكوت. الله الله الله، كلام حارق هذا يا أستاذ زين، هذا كلام بيحرق. اللي أنا إحنا طبعا الحقيقة أدركنا الوقت، والوقت معك يجري بسرعة ولا 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 تعرف كيف تفرمله. أريد أن أختم بشيء تريد أن تبوح له، تبوح به لسوريا. في شيء تريد أن تبوح به لسوريا؟ يعني تكلمنا عن اليمن وتكلمنا عن فلسطين وتكلمنا عن مصر بالتأكيد، فجرح السوري هل في شيء تريد أن تبوح له، تبوح به لسوريا؟ هذا جرح. نعم يعني هذا جرح حقيقي، يعني جرح يعني هيبقى من الظلم جدا اني يعني اتكلم في دقيقه انه اغني على الطفل السوري يساوي بالضبط اغني على الطفل اليمني والطفل الفلسطيني فعن كل أطفالنا اللي بيقتلوا، لو في وكلهم بيقتلوا بنفس الطريقة، لأنه
حكام يعني متمسكين بالكرسي. ف يعني هختم بقى، ما اعرفش احنا عندنا وقت قد ايه. تفضل تفضل، نريد ان نختم بها. لا لا أبني النهار ما يضمنا في الصف، أبني الألم ما ينام حمام في الكف، أبني السماء ما تقع على الورقة، بقع بيضة وبقع زرقة، أبني النعاس في حضن أهلينا، بعت الرصاص يكتب أسامينا. الله أستاذي وعمنا زين العابدين، احنا قضينا معك ساعة ولكن ما فيها من محتوى وما فيها من غنى يفوق الأيام والأسابيع. نشكرك على هذه اللحظات اللي يعني أكرمتنا بها، ونتمنى دائما لقاك والاستماع إليك والتغني بشعرك. أطال الله عمرك ومتع الناس بكلماتك ونفع هذه الأمة جميعها بهذه الروح التي تحملها بين كتفيك وفي صدرك. وأشكرك مجددا شكر خاص من كنار تي في لأستاذنا الكبير زين العابدين فؤاد، وأترك لك آخر دقيقة تودع بها جمهورك الذي يحبك والذي رافقك بأي كلمة تشاء. تفضل. الشهداء يشربوا الشاي، الشهداء بيخشوا البيوت يرتاحوا من السفر، ويدخلوا في الصور ويناموا في البرواز، وساعات بيمنعهم تراب عن إزاز أو دموع في العيون، تتمد صوابعهم على الرموش والجفون، تقطف حبوب المطر، وساعات يشاركوكم في شفطة شاي أو في حلم السكوت. شكرا. شكرا جزيلا. شكرا.